السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم مستر محمد حسن من قناة مستر محمد حسن ماث. النهارده إن شاء الله معادنا مع فيديو جديد هنتكلم فيه مع بعض عن ليسون 66 في كتاب الماث لجونيور 2 الجديد، أو ما هي جديد طبعا يا جماعة. طبعا إن شاء الله آخر فيديو عشان مع بعض هنعمل إيه. فبدنا يا جماعة ما تنساش نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ونفعل جرس التنبيه إن شاء الله لجنب كلمة سبسكرايب عشان إن شاء الله يوصلنا كل فيديو جديد. طبعا ما بيقول هنا في الدايركشن سولف از ستوري بروبلمز رايت يور انسر انسايد ذا فولوينج فريم. طبعا هنا عايز هو يحل الستوري طبعا بروبلم بس باستخدام الماني. احنا عارفين يا جماعه طبعا هنا في الاول بوكس ده هنا بيطلب مني ان اكتب ستوري. طبعا التيتشر يكتب ستوري هنا ويبدا الستودنتس يحلها بنفسهم هنا. طبعا ممكن يكتب ستوري كده بسيطه، ممكن مثلا نقول هنا يحيى هاز 24 LE. His father gave him 35 LE. Find the total with him. طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين كل تيتشر بيكتب حاجه مختلفه عن التاني، الموضوع مفيش اي مشكله خالص. لو بصينا يا جماعه هنا طبعا هنلاقي ان عندنا في تو نمبرز اللي هم 24 LE وهنا 35 LE. طبعا يا جماعه هنا وجود كلمه توتال يبقى هنا نعمل ايه؟ اد او بلس. طبعا هنا مش هنعمل طبعا بلس عاديه، ممكن هنعمل بلس بالسماي. ال 24 الاول هتبقى عندنا نقدر نكتبها ازاي؟ هنكتب هنا 20 تمام اللي هي العمله اللي هي 20 باوند تمام، وهنا 4 ونس يبقى عندنا 1 2 3 4 تمام. بلس طبعا لان عندنا هنا بلس 35 هنكتبها ازاي؟ هتبقى عندنا 20. طبعا الكلام ده كله انا بسال ابني 20 او 30 اعملها ازاي؟ يقول لي 20 و10 تمام. ها وال5 عندنا 1 ونس 2 3 4 5. يا جماعه زي ما احنا عارفين في البدايه بنعمل بلس للونس الاول، ها البلس نعمل او ماينس الونس. عندنا كام وانس طبعا؟ ليه؟ عشان زي ما خدنا في الترم الاول لو كان الوانس اكتر من 10 يبقى هنكتب 1 او نكتب الاكتر من ال 10 ده، وال 10 دي نرحلها او نوديها ناحيه ال 10. هنشوف مع بعض كده في الاسئله دي. هنشوف عندنا كام هنا وانس يا جماعه؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى عندنا الوانس هنا هيبقوا 9، يبقى هنا الوانس اكتب عندنا 9. ال 10s عندنا طبعا هنا 20 20 و 10 20 20 10 هيدونا 50 اللي هي 5 بس، يبقى هنكتب هنا 5 عندنا في ال 10s، يبقى هنا التوتال بادجت عندنا هيبقى 59 LE. ده بالنسبه للستوري اللي طبعا انا عايز اكتبها من مع التيتشر يعني. نمبر 1 بيقول لي هنا في ستوري ثانيه، هو راجل الستوري انا عايز احلها انا هنا بنفسي بقى. علي and his brother put their money together to buy a video game. Ali had 42 LE and his brother had 57 LE. How much money do they have all together? طبعا يا جماعه زي ما عارفين كلمه together هنا دي هي اللي معناها علامه او نعمل بلس. طبعا زي ما عارفين هنا عندنا 2 amount، عندنا ال 42 عندنا ال 57. طبعا كل سنه نعمل ال 42. اسال نقول ال 42 نعملها ازاي؟ هيقول لي مثلا 20 و 20 وعندنا كمان 2 ones. طبعا يا جماعه في كذا طريقه ممكن برضو كل واحد يكتب بطريقه مختلفه، يعني دي حريه التصرف، الموضوع مفتوح اوبن، يعني الموضوع مش مغلق او حاجه معينه، لا الموضوع مفتوح طبعا، المنهج بتاعنا مفتوح. ال 57 طبعا ممكن نعملها بكذا طريقه، هنعمل مثلا حاجه اسهل. طبعا عندي عمله ب 50 يبقى هكتب 50 على طول هنا اهو تمام. وال 7 عندنا 15 وعندنا 2 ones 1 1. طبعا زي ما قلنا بنبدا مع الوانس. عندنا الوانس هنا في كذا حاجه، الوانس هنا اللي هم ما عندهمش زيرو زي ما خدنا قبل كده. عندنا هنا 5 6 7 8 9 يبقى عندنا 9 في الوانس تمام. بعد كده ال 10s عندنا طبعا كذا حاجه هنا اللي هم فيها زيرو. طبعا عندنا 50 20 20 طبعا 50 و 20 70 70 و 20 90 يبقى هكتب 9 بس. عندنا فين؟ يبقى هنا 99 LE. وعايز اكتب كمان الاجابه هنا زي ما هو قايل كده 99 LE. النمبر 2 يا جماعه بيقول لي سلمى was given 29 LE for buying a something، عشان تشتري بعض الحاجات. She bought a basket of fruit for 14 LE. How many pound does سلمى have left؟ طبعا يا جماعه كلمه left في متهم معناها ايه؟ subtraction او minus. طبعا عندنا 2 amount اللي هم 29 and 14 LE.
طبعا اسال ابني برضه 20 انا هنعمل ايه؟ هنعمل طبعا 20 احنا عارفين كده، او ممكن 10 10 و 5 و 4 زي ما انا عايز طبعا. اهو طبعا كل ده مظبوط متاح عادي جدا. ادي 20 هنا، ال 9 تبقى 1 5 و 4 1 2 3 4. طبعا يا جماعه ممكن اقول طريقه بسيطه جدا، اي وانس عايز تخلي ابني يعمله قول له طلعها ايدك كده. ال 9 طلعها ايدينا ازاي؟ ادي ال 9 اهي، سوري ال 9 اهي، طبعا عندنا 1 5 و 4 وانس، تمام؟ عشان بس الناس تبقى عارفه. طبعا هنا سبتراكشن ماينس ال 14، طبعا عندنا 1 10 اللي هي 10 واحده، وعندنا 4 وانس 1 2 3 4. طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين في الماينس برضه بنبدا بالوانس، بس هنا بنعمل كانسليشن بقى، يعني بنشطب مع بعض. هنشطب هنا 1 وانس مع 1 وانس، 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 تمام كده؟ كده عملنا ايه؟ 4 وانس مع 4 وانس، خلاص الموضوع انتهى. نكمل بقى، عندنا ايه؟ 20 ماينس 10 ايكوالز كام؟ هو ده 10 مع 10 بقى، ها؟ 20 ماينس 10 هيدينا كام؟ 10، طبعا هكتب 1 بس. يبقى كده دول خلاص، والوانس اللي فاضل مين؟ ال 5. يبقى الريزلت عندنا 15 ال اي، واكتب يا جماعه هنا 15 زي ما اتعلمنا كده مع بعض. نكمل يا جماعه نشوف مع بعض كده البيج الثانيه. البيج اللي بعد يا جماعه هنا في بيج نمبر 12، طبعا ده هنا ليسون 66 باي دي برضه بيقول لي هنا ايه سيف ذا 33 ال اي، طبعا سيف يعني حوشت ان 1 مانث في شهر واحد، ذا نيكست مانث الشهر اللي بعده شي سيفد 24 ال اي، حوشت 24 ال اي. هاو ماتش ماني داز ايه هاف ان اول، يعني هي عندها طبعا كلمه اول هنا معناها نعمل بلس، طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه بكل بساطه هنعمل ايه زي ما قلنا في اللي فاتت. اول حاجه عندنا الاماونت الاولاني 33، هكتب هنا 33 ازاي؟ ادي عندنا 20 اهو كده، ادي هنا بعد كده 10 تمام كده، بعد كده عندنا 1 2 3 3 وانس، طبعا قلنا بلس، عندنا النكست اماونت اللي هو 24، عندنا 20 وعندنا 4 وانس 1 2 3 4. زي ما متعودين يا جماعه نبدا اول حاجه نعمل الوانس، عندنا كام وان هنا مع بعض؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندنا 7 وانس. كده يا جماعه 7 هنا في الوانس، التنز عندنا 20 20 10 يعني 50، هكتب 5 بس يبقى عندنا ريزلت 57 ال اي. نكتب هنا يا جماعه برضو 57 ال اي. نمبر 4 بيقول لي مصطفى واز جيفن 99 ال اي، مصطفى يعني حد اعطاه له 99 ال اي فور هيز بيرث داي، بسبب عيد ميلاده. He bought a new pair of shoes، هو اشترى جزمة جديد. 486 LE، how many pound does مصطفى have left؟ طبعا left قلنا زي بعض هنا نعمل ايه؟ ماينس. طبعا نفس الكلام يا جماعه، الاماونت بتاعي هنا 99، نعملها ازاي؟ عندنا طبعا many او several methods، عندنا طرق طبعا عديده جدا، هنعمل 50 مثلا 50 pound، وعندنا كمان 20. طبعا في هنا سؤال 20، طبعا الموضوع صح مش غلط، بس طبعا ده الامريكان اكسنت وهنا البريتش اكسنت، تمام؟ عندنا ال 9 زي ما احنا قايلين من شويه، ال 9 يعني 5 1 5 و 4 1 2 3 4 1 ماينس، عندنا التشوز كام ب 86، طبعا 89 86 اهي، ال 86 هنقول ال 80 مثلا هيبقى عندنا 50 تمام، وعندنا كمان 20 وعندنا كمان 10 وكمان عندنا 6 1 5 و 1 1. طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه بنبدا الاول بال 1. طبعا الوانس هنعمل ايه؟ كانسل عن ذا ماينس، كانسليشن 1 مع 1 تمام، ال 5 مع ال 5 تمام. يتفضل لي قد ايه وانس؟ لو خدنا يا جماعه فاضل قد ايه وانس؟ اه من الوانس اللي هو ما عندهمش زيرو، عندنا 1 2 3، يبقى هنا الوانس عندنا 3 تمام. التنز هنعمل 50 كانسليشن مع 50، 20 مع 20 تمام. فاضل ايه بقى؟ 20 ماينس 10 طبعا يدينا كام؟ 10 يعني 1، يبقى اكتب هنا 1 في التنز، يبقى الاجابه 13 ال اي بكل بساطه. نكمل بيقول لي هنا طارق بوت ا بوك 444 ال اي اند هي ا نيو فوتبول 444 ال اي، هاو ماتش دي دارك اوين؟ طبعا في حرف ناقص يا جماعه، في هنا حرف الان، يا ريت يا جماعه اللي معاه الكتاب يصلح الطبعه دي. اوين يعني يملك، اول توجذر يعني كلمه توجذر معناها بلس. زي ما خدنا فوق يا جماعه هنا 44 عندنا تو اماونت 44 ال 44 هنا طبعا ما فيش عندنا عمله اسمها 44، يبقى هنعمل 20 تمام، هنا 20 وال 4 عندنا 4 وانس بلس ما فين توجذر برضك ال 44 عندنا 20 20 وهنا يا جماعه 4 وانس تمام.
هنبدا طبعا زي ما قلنا يا جماعه من الوانس الاول. عندنا الوانس 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى انا ممكن اعملها 8. التنز عندنا 20 و20 40 و20 60 و20 80. هكتب 8 بس في التنز، يعني 80 معناها 8 في التنز، يبقى الريزلت هيطلع عندنا 88 LE بالنسبه لده. بعد كده يا جماعه في اخر حاجه عندنا في ليسون 66 اللي هو الماث جوز مع بين كل ليسون بتاعنا. يا جماعه الدايركشن هنا reflect on your learning then create your own money story problem it can be an addition or subtraction. وعند ابدا انت بقى ده الموضوع مكتوب للطفل بقى، انت بقول لك ابدا بقى اعمل انت ستوري فيها بلس او ماينس واعمل لها كمان حل بتاعها. ممكن مثلا انك طبعا كل طفل يكتب اسم اللي هو عايزه، مثلا هكتب اسمي مثلا او مثلا هنا محمد مثلا اوين، اوين يعني يملك طبعا 37 LE if he put اشترى مثلا a book اشترى كتاب for 23 LE how much money has left. طبعا يا جماعه لفت هنعمل ايه؟ طبعا ماين ممكن اعملها بلس زي ما انا عايز. يلا بينا 37 هعملها ازاي؟ ال 30 عندنا 20 اهو طبعا، وهنا 10 ال 7 هيبقى 5 و 2 1 يا جماعه زي ما قلنا من شويه ال 7 اهي كده اهو اهو يبقى 5 و 2 1 5 1 و 2 1 ماينس ما عارفين فين لفت ال 23 الاماونت الثاني ال 20 اهي و 3 1 2 3. طبعا بكل بساطه يعني ركز معايا يا جماعه في السؤال ده، السؤال ده مهم شويه. اول حاجه في ال once هنا هنعمل ايه؟ هنعمل cancellation، هنعمل 2 once مع 2 once بس لسه فاضل once لازم يتشال، ان هو اللي يفضل لازم يبقى هنا في اول واحده. فال 5 دي هنعمل ايه؟ ال 5 دي هنفكها بقى، هتبقى كام؟ هتبقى 5 once. يعني ال 5 دي كده اهو ممكن نطلع منها كده، يعني نعملها كروس كده ونطلعها بقى ايه؟ 1 2 3 4 5 ونعمل كانسليشن 1 مع 1 تمام. يبقى عملت ايه؟ ال 5 دي فكيتها خليتها 5 عملت كانسليشن 1 مع 1. هيفضل كام وانس عندي؟ 1 2 3 4 يبقى عندنا هنا 4 في الوانس. نكمل هنعمل كانسليشن 20 مع 20. مين فاضل في التنز؟ 1 بس، يبقى اكتب 1 يبقى الريزلت اللي فاضله هي 14 ال اي. ده بالنسبه كان ليسون 66. اتمنى يا جماعه ان الفيديو عجب حضراتكم، ما ننساش نعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناه ان شاء الله، ونفعل جرس التنبيه جنب كلمه سبسكرايب عشان ان شاء الله يوصلنا كل فيديو جديد. يا ريت يا جماعه تدعموا القناه عشان ان شاء الله القناه توصل لكل الناس وكل الناس تستفيد طبعا من العلم اللي احنا ان شاء الله بنقول عليه ده. شكرا ليكم، كان معكم مستر محمد حسن من قناه مستر محمد حسن ماس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.